هيئة الدفاع المدني بقروان قدمت بشكوى للنيابة العمومية ضد فتحي سهيل فؤاد المبزع. معنا المحامي سي عبد الباسط بوحولي يحكينا أكثر تفاصيل على القضية هذه. القضية هذه المواطن المتضرر في القضية اللي هو سي محمود بن محمد الحبيب منسي تقدم لهيئة الدفاع المدني اللي هي موكلتي في شخص معناها ممثلها القانوني المنسق العام بتاعها، تقدم بإفادة وإقرار مفاده أنه في التسعينات تم طرده من العمل وإيقافه عن العمل نتاعو، وفي الوقت هذاك يتصل به شخص يدعى معناها فتحي سهيل على أساس وأقنعه أنه يمكن معناها عنده شكون يتدخل له باش يرجعوا للعمل نتاعو. مشى معاه في حوالي معناها في أول سنة 2000 مشى معاه، فإذا به معناها هزوا فؤاد المبزع وبصفته معناها كان رئيس مجلس النواب وأقنعوه حسب رواية طبعا ديما المفيد أو صاحب الإقرار، أقنعوه أنه يمكن يتوسط له بصفته كرئيس مجلس النواب ويرجعوا للعمل نتاعو. وأفاد أيضا أنه تم الاتفاق على أساس أنه يمكنوا معناها مبلغ 7500 دينار مقابل الخدمة اللي باش يقدمها له فؤاد المبزع. وأفاد أيضا أنه مكنوا حينها مبلغ 2500 دينار نقدا، والباقي المبلغ اللي هو 5000 دينار تم تقسيمه على شيكين، شيك مسحوب على زوجة المفيد والشيك الآخر مسحوب على شقيق المفيد. في أثناء سنة 2000 بالضبط أنا تم تقديم الشيك الأول ورجع بدون خلاص، وتم تقديمه من طرف معناها فؤاد المبزع ورجع بدون خلاص. هذا هو الشيك موجود عندنا، أصل الشيك وممهور معناها بإمضاء فؤاد المبزع هو اللي عارضه على البنك، وهذا الحساب نتاعو. طبعا رجع بدون خلاص، اضطر هذا الشيك اضطر المفيد انه يتصل بفؤاد المبزع ويعطيه معناها يسدد له مبلغ 2500 دينار، واعطاه فؤاد المبزع شهادة خلاص فيه، اعطاه شهادة خلاص هي موجودة هذه اصلا. بعداش يعني حسب ما افاد هو ايضا انه وقت اللي بقى يتردد عليه من غير ما يقدم له حتى خدمه، سلم الشيك الثاني للمدعو فتحي سهيل وامره وقتها بصيفته هذيك باش ما عادش يرجع له وما عادش يتصل به، وما عليه الا يخلص الشيك الثاني للوسيط اللي هو فتحي سهيل. وافادنا ايضا انه لحد اللحظه معناها وصل الوسيط مبلغ 2350 دينار والشيك مازال عنده لانه مازال مدين ب 150 دينار. على اثر هالافاده هذه اتصلت بي الهيئه في شخص ممثلها القانوني، وانا قدمت في حقها شكايه لوكاله الجمهوريه، ولحد الان وقع سماع معناها المفيد او صاحب الاقرار هو الشخص هذايا اللي هو مطرود من العمل. وعلى فكره انه الشخص هذايا سنه 2007 وقع معناها ارجاعه للعمل بموجب حكم بات على المحكمة الإدارية. هذا ما نجم نفيدك. وين وصلت الأطوار توا نتاع القضية هذه؟ وين وصلت؟ بالنسبة للقضية هذه تويكا وقع سماع المفيد، هذه آخر مرحلة عندنا. مع العلم هذا نفتحوا قوسين ونقولوا راهو رجوع العامل إلى سالف نشاطه راهو كان بموجب حكم قضائي، واللي نابوا فيه هو الأستاذ مصطفى صخر لا غير حسب الوثائق الموجودة عندي. بالنسبة لفؤاد المبزع ما بقاش استدعاءه مازال؟ ما نجمش نجزم استدعاءه من عدمه، باعتبار انه يبدو انه ثم اجراءات خاصة بالنسبة له هو في مسألة البحث نتاعه، باعتبار انه هو يتمتع بصفة محامي. ممثل هيئة الدفاع المدني، كيفاش قدمتوا بالقضية هذه وشنو هي الظروف اللي صارت فيها؟ والله هو على اثر اندلاع الثوره في البدايه نتاعها، وتظلي في اول شهر 2
قدم لنا المدعو هذا مع محمود الفضولي المنسي بالملف نتاعو اللي فيه اللي هو تعرض للعمليه نتاع تحايل حسب لاحظوا اللي كونوا صار عليه تعاسف يعني في العمل نتاعو كما حكى لك الاستاذ بالضبط بالتفاصيل والواحد، وقعد الدوسي عنا في الهيئه لانه كانت الظروف مش مواتيه، وكان فؤاد المبزع خذا يعني الرئاسه انتقلت له هو بما انه هو كان رئيس مجلس الدواب مجلس النواب سامحني وعنده الحصانه والواحد قعدنا نتحينوا في الفرصه حتى لين يعني انتقلت السلطه للحكومه هذه الحكومه اللي احنا نقولوا نحن حكومه الثوره، وقدمنا الدوسي ما عندي تحين الفرصه قدمنا الدوسي قلنا بشكايه معتي على طريق سي عبد الباسط معناه متضامنين معاه. نعم متضامنين معاه بالطبيعه، احنا نكافحوا من جمله الاهداف نتاع الهيئه هي مكافحه رموز الفساد والامور هذه كلها. فماش قضايا اخرى بسبب الدراسه؟ موجود عندنا عديد القضايا وما زالت ملفات لما نكملوها لما نضلي واحد باش نجموا نقدموها. واحنا كنا نراول الدوسي هذا كم دوسي المخطرين اللي هو نقولوا نحن دوسي مسموم يسمى، والوقت الحاضر يعني ان شاء الله الامور تاخذ مجراها، وكل من قام بعمل ضد الشعب وضد التقدم نتاعو ومن الناس اللي كانوا يعني يستغلوا في المناصب نتاعهم والناس اللي كانوا مفسدين واللي واحد نقدموا بهم قضايا، رغم اللي عندنا في شهر 7 في 30/7 كانت عندنا وقفه احتجاجيه قدام الولايه نطالب وقتها في السيد الوالي لخاطر نحن في شهر 3 قدمنا له ملفات بتاع مجموعه من رموز الفساد داخل مقر الولايه، لو انه فوجئنا يعني بالنقابه نتاع التاكسيات توجهت مع زوز من الموظفين المطلوبين في على القائمه توجهوا المقر الهيئه نتاعنا وخلعونا المقر وهزونا 32 دوسي مع الحاسوب مع بعض التجهيزات والواحد هزوهم هذه النقابه تاع التاكسيات، ورغم اللي تقدمنا بشكوى في حينها للسيد وكيل الجمهوريه ورغم هذا وبحثونا وقامت الشرطه العدليه والواحد بالبحث وبالاجراءات نتاعها وبالمعاينه الا وانه توا يعني ما زلت ما صار فيها حتى شيء، وفيها دوسيات احنا عندنا نسخ اخرين وما زلنا ان شاء الله نواصلوا في العمل بتاعنا. معنا الشخص المتضرر، لو تحكي لنا تقدم لنا روحك وتحكي لنا على القضيه هذه والظروف اللي تمت فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، انا محمود المنسي مراقب ترتيب بلديه القضوان. تعرضت للعهد السابق المظلمه كون وقع عزلي معناها العمل نتاعي بموجب قرار من مجلس التاديب، في الاثناء بعد ما وقع طردي وعزلي عملت قضيه في المحكمه الاداريه عن طريق الاستاذ مصطفى صخري المشكور اللي بذل كل جهد معايا وعاونني حتى ما معناها في ناحيه مستحقاته، انا عاونني مليح مليح فهمت، وخذيت القضيه اطوارها، وخلال شهر جوان 2000 اتصل بي الشخص هذا فتحي سهيل وعرض علي خدماته بما انه هو عنده معنا معرفه بالوالد الله يرحمه وباخواتي، عرض علي خدماته وقال لي نجم نعاونك ونرجعك لخدمتك عن طريق فؤاد المبزع اللي كان هو رئيس مجلس النواب انذاك، وضبطنا موعد وتقابلنا مع سي فؤاد المبزع في بيروه معناها اللي وين شارع برقيبه وراء المنقاله في العماره اللي وراء المنقاله، ووقعت عديد الجلسات، في احد الجلسات انا طلب مني سي فؤاد المبزع باش نمكنه ب 7500 دينار اللي باش معناها مقابل خدماته اللي باش يرجعني لخدمتي. اتفقنا معناها كل شيء وسلمت نقدا بعد في جلسه اخرى سلمت نقدا 2500 دينار، وال 5000 دينار قسمتهم له على زوج شيكات، شيك باسم زوجتي وشيك باسم خويا، فهمتني؟ ما راني معناها واعطاني وقت قال لي تو يتصل بك الوسيط ويقول لك معناها يجيب لك خبر البيع، قعدت نستنى نترقب ما راني الا الشيك رجع عندي شيك رجع لي بدون رصيد هذا اللي باسم زوجتي. اتصلت انا بالوسيط وعملنا موعد وتقابلنا مع سي فؤاد المبزع فؤاد المبزع كي اتصلت به قلت له انا نستنى باش حاجه باش تفرحني معناها جاتني حاجه اللي زاد معناها حطمتني معناها شيك رجع قال لي معناها فهمتني واتفقنا وكل شيء معناها وضبطنا موعد جبته 2500 دينار ثانيين نتاع الشيك الاول معناها وطلبته باش معناها اش عمل لي شنو الاستعدادات وكل شيء وطلبت منه شهاده خلاص معناها ما راني الا قال لي معناها بالنسبه لشهاده خلاص نتاعنا ما حبش يعطيها لي وقال لي لازمك تخلص الشيك الثاني وسلمه للوسيط فتحي سهيل فيه 2500 دينار اللي هو باسم خويا باسم شقيقي للشيك هذا فهمتني وقال لي ما عادش تتصل بي وما عاد تجيني عندك حاجه تتصل بالوسيط وما انا قلت شهاده خلاص اتصلت بهيئه الدفاع المدني خلال احداث الثوره احداث الثوره
فهمتني، اتصلت بهيئة الدفاع المدني المنسق العام تاع الدفاع المدني ومعناه واتيت وبسطت له المشكلة بتاعي. قعدنا نتحينه في الفرصة اللي معناه بما انه هو وقتها معناه بعد الثورة شد هو رئيس مؤقت الجمهورية، معناه مازال عنده سلطة من نجم. قعدنا نتريته في الفرصة اللي بعد ما جات الحكومة الجديدة وانطلقنا في القضية. معناه هيئة الدفاع المدني مشكورة، كلفت الأستاذ عبد الباسط البحولي مشكور اللي معناه وقف معناه وقام بالإجراءات اللي داريه. تو أنا معناه البارح هي بحثني السيد وكيل الجمهورية وعطيت أبحاث لكل شيء، وهذه بدأت تنطلق الواحد من السنة وتو بحث نتاع الأشخاص للطرف الأخير. الأضرار اللي ما زالت تتواصل من وقت الأضرار اللي ما زالت تتواصل لأني كوني أنا تو مهدد، معناه عندي حكم عليه بالخروج، معناه حكم بيت، معناه تم الاستئناف نتاعو مول الدار مصدر عليه بالخروج من المحل لأن ما سددتلوش معاليم الكراء، وعندي قضايا أخرى مع الدور المنافذين. الناس تحب مني معناه فلوس على طريق كمبيلات قدمتها للدور المنافذين، وأنا ولدي ضر من العملية هذه، ولدي بطل القراية معناه وخاطر ما وصلتش باش نوفر له أبسط حاجة. معناه رجعت عليه بالوبال لحد الآن تو لحد الآن تو، وأنا حتى كي رجعت الخدمة معناها قدمت ملفي لإدارة البلدية في 2005 معناها رجعت في أول جوان 2007 ما رجعت الخدمة إلا ما زادوا ساوموني تحت ضغوط، معناها عملت لهم تنازل على مستحقات الكل. اللي عندك مستحقات يزيد معناها قعدت معناها مضرور معناها ما تمتعتش بها، و7500 دينار 350 دينار اللي خدام من عندي فؤاد المبزع والوسيط معناها هذوما اللي جمله فلوس ما بين الوسيط وفؤاد المبزع توصلوا 7 كثرهم لنا بالضبط قداش 2500 دينار نقدا 7 مليون و500 هما الجمله 7 مليون و500 اما خذاه توصلوا ب 7 مليون و350 دينار. هذا اش خذاه فؤاد وخذ خذاه فؤاد خذاه 5000 دينار والاخر خذاه 2350 دينار. مازلت الاضرار مازلت الاضرار انا مازلت تو نقاسي فيها، انا اموري تعبه شهريتي معقوله، عدوا المنافذين تهدد فيه بالخروج من المحل اللي نسكن فيه بين الحين والاخرى، وعدوا المنافذين الاخرين زاد باش يصدر علي اوامر بالدفعه وش باش ينجر عليها. تخدم تو تخدم نخدم اما نخدم تعب انا تعب وعيلتي تعب عيلتي تعب. انا ساعه شهريتي نص ناخذ 90 دينار، انا شهري بتاع انسان شهر كامل يصير ياخذ 90 دينار.